حياكم الله أصدقائنا في فيديو جديد، ويا هلا وميت مرحب فيكم. بتمنى منكم عمل إعجاب ومشاركة للقناة حتى تعم الفائدة للجميع. زي ما تعلمنا بأغلب الفيديوهات إنه كيف نجمع بذور بعض النباتات، رح أعرفكم اليوم على نبتة أكيد أنتم بتعرفوها، اللي هي نبتة شقائق النعمان، تسمى أحيانا الدحنون، تسمى أحيانا الخشخاش، لكن هنالك فرق صغير بينهم راح أورجيكم إياه. وتسمى بالإنجليزي بوبي، تمام؟ خلينا نشوف كيف نجمع بذورها ونتعرف على بعض المعلومات عن نبتة شقائق النعمان. شقائق النعمان هي نبتة شتوية، يعني تزرع بذورها في الشتاء في شهر 9 أو 10، و تزهر في الربيع ويتم حصاد بذورها في شهر 5 6 7، زي احنا هلأ في بداية شهر جون 6 وبلشنا نزرع بذورها. طيب، شقائق النعمان زي ما انتو شايفين متعرف عليه هذا اللون الاحمر في الوسط اللي بيكون اسود، وهذا السنتر او الوسط منها. طيب، هون لسه ما فتحت، حتفتح سبحان الله. هون هذا القمع اللي حيجف، زي ما حكينا دائما بعد ما يجف خصوصا الساق وليس القمع، يحتوي على البذور، وهي بذور جدا صغيرة لا تتعدى 1 ملي. طيب، خليني أفرجيكم بعض الألوان منها لشقائق النعمان أو الخشخاش. هذا اللون البرتقالي، هذا لون أحمر آخر، هون بدأت بالذبلان أحمر داخله أبيض سبحان الله. راح أقطع لكم في نهاية الفيديو بعض الصور الأخرى للبوبي سيد، أنا أول مرة بزرعها هذا الموسم، وهذا لون جميل آخر سبحان الله، ألوان متداخلة متناغمة وجميلة. هذه أوراقها، حتى نتعرف على أوراقها، حتى إبرية نوعا ما، أي أنها الورقة نفسها إبرية زي ما هو الساق أو تمام. هون تساقطت البتلات وبستنى الأقماع حتى تجف وأجمع البذور. هون في بعض البذور اللي أو بعض الأقماع اللي جفت، تمام، أنا قطفتها مسبقا، هاي تحتاج وقت. هاي هي، شوفوا البذور شو صغيرة لا تتعدى 1 ملي. هذا القمع اللي يحتوي على البذور. إذا كانت نبتتنا اليوم هي نبتة شقائق النعمان. طيب، خليني أورجيكم الفرق بين الخشخاش اللي هو هذا ذا حجم الكبير، وهذا القمع أوكي اللي جف، في منها أصغر هذا النوع. خليني أورجيكم البلدي زي ما بنحكي. هون بلشت تذبل، رح أورجيكم هون القمع جاف، هي تتساقط البذور سريعا سبحان الله. هي جيب أصغرها، حتى لو تساقطت على التربة تنمو بالخريف إن شاء الله أو الربيع بإذن الله. طيب، هذا نوع آخر لونه أحمر، هذا هو صغيرة الوردة، وردته صغيرة، أحيانا نحكي له بري. طيب، خليني أورجيكم نعرف شكل البذور الأخرى.
هذا هو النوع البلدي اللي احنا بنعرفه، هاي شكل القمع، تمام، بيكون من عند الرأس، زي ما نحكي الفتحات اللي بتخرج منها البذور. إياه انتبهوا، لأنه هي سبحان الله القمح فيه شوك، نفسها داخلها بيكون فيها البذور. لاحظتوا الفرق بيناتهم؟ هاي هي البذور جدا صغيرة وأكيد واضحة. أتمنى لكم كل الإفادة، وازرعوها جميلة تستحق لألوانها، حياكم الله.